اول مرحله غادي نبدا بالماريناد، وغادي ناخذ اللحم من جهه الفخذ، وغادي نقطع قطع ديال القضبان، وغادي نضيف ايضا زيت الزيتون، وكتبقى اختياري بطبيعه الحال، كل واحد وكيضيف النكهات والاعشاب اللي بغا. المهم غنحتاج اولا العطريه اللي غادي نحتاجو فيها ملعقه ديال التحميره، الكمون، الملح، وشويه ديال البزار، بالاضافه الى الريحان اللي كان متوفر عندكم، الربيع، والبصله، وفصوص ديال الثومه. كناخذوا بصله وكنحكوها، وغادي نضيف العطريه وجميع المكونات اللي قدمت لكم قبيله. صافي، دابا غادي نخلطوا المكونات او الماريناد. وغادي دابا نضيفوا اللحم، يعني غادي نديروا ليه الماريناد. صافي، بعد ما درنا لهم الترقيضه غادي نخليوهم يرتاحوا، وكما تعرفوا القاعده ديالنا هي انكم قد ما خليتوهم يترقدوا قد ما كيعطي واحد البنه ومذاق رائع، وتقدروا تضيفوا لهم ايضا شويه الخل او الحامض. غادي نغطي اللحم بالسلوفان ونخليه يتشرب مزيان الترقيطه اللي عملنا. كما تلاحظوا غادي نعمل اللحم في القضبان على هذا الشكل، وغادي نشويهم فوق المجمر.